الله الرحمن الرحيم، قولوا لا إله إلا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا صغار يا جماعة كلنا سمعنا عن ماجلان أو شخصية ماجلان أو الرحالة ماجلان أو رحلة ماجلان. إيش اللي تعرفوا عن هذه الشخصية؟ اللي سمعنا إنه شخص سافر إلى آسيا عن طريق الغرب عشان يحصل على التوابل أو تجارة البهارات، واستطاع إنه هو يعبر مضيق بين أمريكا الجنوبية وجزيرة النار أو أرض النار، اللي بعد كده هذا المضيق سمي باسمه مضيق ماجلان. وأخيرا استطاع الوصول إلى المحيط الهادي وقتل واحد من جزر الفلبين من آكلي لحوم البشر، وانتهت حياة هذا الرحالة ماجلان والله يرحمه، وحزننا عليه البرتغالي، وبعضنا يعتقد انه هو مسلم كمان. انت ما زلت مؤمن بهذه القصة؟ اذا كنت ما زلت مؤمن بها فاعلم رحمك الله انك واحد من ضحايا غزاة التاريخ. اللي ما عرفناه واحنا صغار عن هذه القصة انه ماجلان هذا عبارة عن قسيس صليبي حاقد على الاسلام والمسلمين. متخيلين الفرق الهائل الشاسع ما بين القصة الحقيقية الواقعية والقصة اللي رووها لنا؟ طرد من البرتغال وصار يعمل عند الملك الأسباني. عارفين إيش كان عمله عند الملك الأسباني اللي هو أساساً هذا الملك كان عدو للإسلام والمسلمين؟ كان يشرف على محاكم التفتيش، كان يسفك دماء المسلمين في محاكم التفتيش في إسبانيا. اللي قرأ جيداً في التاريخ، اللي يعرف إيش هي محاكم التفتيش، يعرف انها كانت مجزرة من مجازر المسلمين. بعض المسلمين الاوروبيين هربوا من محاكم التفتيش وطاردهم ماجلان، لكن مين اللي قاوموا؟ المجاهدين المغاربة اللي من المغرب العربي. وعام 1519 ميلادي عقد ماجلان بينه وبين ملك اسبانيا صفقة، يقوم بموجب هذه الصفقة، يستطيع بموجب هذه الصفقة انه يهاجم المسلمين في عقر دارهم في بيوتهم الآمنة على المسلمين المدنيين، وليس العساكر او المحاربين أو اللي حاملين سلاح، لا لا لا، على النساء والأطفال. عارفين ليش؟ عشان يجعلهم يعتنقوا المسيحية غصبا عنهم بالسلاح بالنار بالقوة. يا جماعة الدين اختياري، من حقك تختار دينك، لكم دينكم ولي دين. عمر الإسلام ما جبر الناس على الدخول فيه. على العموم وصل ماجلان إلى جزيرة الفلبين عام 1521 ميلادي. عارفين إيش سوى؟ صار حرامي، صار يسرق أموال الناس الأهالي الآمنين المدنيين اللي ما لهم في الحرب، اللي ما هم حاملين سلاح. جنود ماجلان صاروا يغتصبوا النساء في الفلبين. الناس البسطاء الأهالي إيش سووا في هذه الحالة؟ صاروا يقاوموه، لكن كيف يقاوموه؟ بأسلحتهم البدائية، يعني كيف حيقاوموا الجيش الإسباني؟ أخيرا صاروا الأهالي يهربوا إلى جزيرة مكتان الفلبينية اللي كان يحكمها السلطان لابو لابو. لابو لابو هو العظيم صاحب قصتنا اليوم. السلطان لابو لابو هو الحاكم الوحيد اللي رفض التسليم لماجلان. جميع الملوك الوثنيين لجزر الفلبين الأخرى استسلموا للقسيس ماجلان ما عدا السلطان لابو لابو، هو الوحيد اللي دافع عن الأهالي. طبعا في هذه الحالة ماجلان عرف أنه أمام نوعية من البشر لا يكررها التاريخ كثيرا، هذه نوعية خاصة، هذه مو زي أي أحد. فأرسل ماجلان رسالة إلى السلطان لابو لابو يقول فيها: إنني باسم المسيح أطلب إليك التسليم، لأننا العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم بهذه البلاد. رسالة مليئة بالعنصرية، لكن على مين؟ على بطل من أبطال الإسلام؟ السلطان لابو لابو أخذ الرسالة وصار يقرأها ويقارنها. تخيلوا معايا يا جماعة إيش ردة فعل السلطان في هذه اللحظة، يعني صار يقارنها برسالة الإسلام. الإسلام دخل الفلبين عارفين كيف؟ عام 1380 ميلادي عن طريق التجار العرب، عن طريق التجار الحضارم والعمانيين وبعض الدعاة اللي جايين من سومطرة ومن الصين. أمام أخلاق التجار، أمام أخلاق الإسلام، أسلموا أهل الفلبين طواعية اختيارا وليس بالتهديد، ليس بقوة السيف والنار. بعد ما السلطان لابو لابو قرأ الرسالة أعلن الثورة الكبرى على ماجلان، مو فقط على الجزيرة اللي هو سلطان عليها، لا، على جميع جزر الفلبين المجاورة. وأرسل رسالة إلى ماجلان رد على نفس رسالته، كتب لماجلان: وإن الإله الذي نعبده نحن المسلمون هو إله جميع البشر على مختلف ألوانهم. بعدها السلطان لابو لابو قام بتشكيل جيش، كل اللي في هذا الجيش المدنيين أسلحتهم بدائية، عشان يقاوموا أكبر جيش عرفوا التاريخ في ذاك الزمن، الجيش الإسباني. عارفين إيش قالوا المسلمين لما التقوا الجيشين؟ فين تقابلوا؟ في جزيرة ماكنتان الفلبينية اللي والي عليها السلطان لابو لابو. لما تقابلوا الجيوش صاروا الفلبينيين المسلمين يقولوا الله أكبر بصوت واحد التكبير. اتقدم السلطان لابو لابو بنفسه إلى المعركة
وصار يقاتل داخل هذا الجيش ألين وصل إلى الحراس الشخصيين لماجلان واستطاع أنه هو يقتلهم، وبعدها بنفسه قطع رأس ماجلان. هذا السلطان الفلبيني اللي قطع رأس ماجلان التاريخ يقول لنا اليوم أنه هو واحد من آكلي لحوم البشر. متخيلين غزاة التاريخ إيش سووا فينا يا جماعة؟ بعد ما قتل ماجلان الجيش الصليبي كله صار يهرب، صاروا يهربوا ألين وصلوا إلى سفينة واحدة فقط من الأسطول حقهم، وهربوا إلى الملك الإسباني واعطوه الخبر إنهم انهزموا أمام سلطان اسمه لابو لابو. وأصبحت سمعة هذا السلطان في كل مكان، أصبح بطل قومي، صاروا كل الفلبينيين كل الجزر ينظروا له على أساس إنه هو قدوة. بعدها الجيش الصليبي طالب السلطان لابو لابو بجثة القسيس ماجلان لكنه رفض، ودفن ماجلان في الفلبين، وهذا أكبر دليل وشاهد عليه إلى يومنا هذا. طبعا الصليبيين يا جماعة ما تركوا الموضوع يعدي بسلام، رجعوا مرة تانية لكن هذه المرة جاهزين بجيوش جرار، بدأوا في قتل المسلمين بمجازر يندى لها الجبين، ونصروا المسلمين في الفلبين، جعلوا الشعب الفلبيني يعتنق النصرانية غصبا عنه بالقوة بالتعذيب بالنار. اليوم يا جماعة الفلبين هي الدولة الوحيدة الكاثوليكية في آسيا كلها. بعد ما قتلوا الملايين من المسلمين غيروا اسم هذه الجزر إلى الفلبين نسبة إلى الملك الإسباني فيليب الثاني، وغيروا اسم عاصمتها من أمان الله إلى مانيلا. انتهت قصة هذا البطل العظيم، لكن خلينا نعلق عليها تعليق بسيط. اليوم يا جماعة كثير من العمالة الفلبينية يعملوا عندنا، أحب أذكركم بس إنهم كانوا في الأصل مسلمين وتنصروا غصبا عنهم. الدين المعاملة يا جماعة، الدين الأخلاق. كثير جدا من الفلبينيين يسلموا بمجرد ما يتعرفوا على أخلاق الإسلام من قبل لا تشرح له الإسلام، بس بالأخلاق يبدأوا يتأثروا. في كثير من الأحيان تروح تصلي الجمعة تلاقي كم فلبيني بيسلموا بعد الصلاة، بيعلنوا الشهادة. كل المطلوب مننا يا جماعة إننا نتعامل بتعامل الإسلام الحقيقي، بأخلاق الإسلام، بالرحمة، بالعطف، بالمودة، باليسر. لا تستقل بنفسك، لا تستقل بأفعالك، لا تقول يعني جات علي أنا، يعني الإسلام حينتشر عن طريقي أنا، يعني الإسلام واقف علي أنا بس. إيوه واقف عليك، أنت ليش شايف نفسك قليل؟ أنت إنسان، أنت أفضل مخلوق الله عز وجل خلقه، أنت اللي أعطاك الله عز وجل خلافته على هذه الأرض. بناء على أفعالك ممكن ينتشر الإسلام جدا وممكن يندثر الإسلام تماما. هذه كانت نبذة بسيطة جدا 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 من سيرة هذا العظيم السلطان لابو لابو. لا تنسوا تتابعونا بكرة عشان تتعرفوا على شخصية جديدة من عظماء أمة الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.